سلام على الأحباب، مطار طائر ومفح زهر بالحدائق بالعطر. سلام سليم ناصع اللون أبيض يسير إليكم بالمحبة والبشر. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي من جديد في حلقة جديدة متجددة من صباحات برنامج صباح كربلاء. ستكون معنا فقرات جديدة ومتنوعة، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنال بالمتعة والفائدة للجميع. سوف تشاركني في تقديم هذه الفقرات زميلتي ليلى. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. أهلا ومرحبا سوزان، وصباح الخير عليك وإن شاء الله تكونين بخير وصحة وعافية. إن شاء الله، ومع هذه الورود الجميلة اللي منورتنا واللي هي تكون طبيعية وتقريبا نعم. يعني كأنه أجواء الربيع يعني نعيشها اليوم إن شاء الله، بس اليوم اكو عجة يعني أعتقد أن الأجواء رح تنقلب. يعني أجواءنا إيجابية وإن شاء الله ننقل الأجواء الإيجابية دائما. إذا مع الإيجابية أقول: تبسم واملأ الدنيا جمالا، وكن للخير في الدنيا مثالا، جمال المرء روح فيه تسمو، وتسكن في تفاؤله الجبال. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نكون مع استعراض سريع ومبسط الآن لفقرات حلقتنا لهذا اليوم وما سيتم تناوله. دراسة تبين وتثبت أن الابتسامة لها تحكم في هرمون التوتر لدى الآخرين. تفاصيل هذه الدراسة نتابعها في حلقة هذا اليوم. وكذلك خط الثلث نوع من الخطوط العربية ظهر لأول مرة في القرن الرابع الهجري، كيفية استخدام هذا الخط نتعرف عليه في فقرة الخط العربية. ولطهي الطعام في الأفران الطينية نكهة خاصة، سواء كانت مخبوزات أو مشويات الأفران الطينية في غزة، موضوع تقرير زميلنا بسام العطار. وكذلك لا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل، والسؤال يقول: ما هي العبادة التي غيرت حياتك؟ بالإضافة للاستطلاع الذي سوف نتعرف عليه مع زميل ماجد الأسدي. إذا مشاهدينا كانت هذه هي أبرز العناوين اللي راح نتناولها بحلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله، إذا مشاهدينا هذه العناوين، وأكيد هناك فقرات أخرى بانتظاركم لحلقة هذا اليوم إن شاء الله. أما الآن فنتوجه بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا إلى الحرم الحسيني المطهر لزيارة أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وهي الزيارة المخصوصة ليوم الأربعاء، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين، فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم، موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن، علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر،
محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمنون بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين. إن ضاقت الدنيا عليك فاحمل فؤادك في يديك واصعد به متفائلا نحو السماء، فهناك ترتاح القلوب من العناء، هناك نلتمس إجابة ذلك الدعاء. مشاهدينا الأكارم، نسأل الله دائما بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين أن تتحقق جميع أمنياتنا، ما نطقنا بها وما لم ننطق، برحمتك يا أرحم الراحمين. على آل الرسول وقربه سلام، كلما سجع الحمام أليسوا في السماء هم نجوم وهم أعلام، عز لا يرام. فيا من قد تحير في ضلال، أمير المؤمنين هو الإمام، رسول الله يوم غدير خم، أنا فبه وقد حضر الألام. مرة أخرى نجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام، وصراحة في هذا الفاصل مع قصره شاهدنا وعشنا الأجواء تقريبا برؤيتنا لقبر الرسول صلى الله عليه وآله، أجواء الحجاج واللي يذهبون للحج وحاليا يأدون الزيارة فيما قبل أداء مراسم الحج، زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وزيارة قبور أمة البقيع سلام الله تعالى عليهم. هنيئا لكل من ذهب ووفد وتوجه إلى تلك المدينة وتلك البقعة الطاهرة لسيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله نسأل الله الحفظ والسلام لهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ويرزق من لم ينل هذه الفرحة، فرحة اللقاء بالقبر الشريف وعند ذلك البيت الحرام. إذن مشاهدينا الكرام، أكيد مستمرين بفقرات حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا وإياكم
إلى فقرة الدراسة. نتحدث اليوم عن دراسة ابتسامتك تتحكم في هرمون التوتر لدى الآخرين. كشفت دراسة علمية أن نوع الابتسامة التي يستعملها الشخص تؤدي إلى ردود فعل نفسية مختلفة لدى الإنسان المخاطب وتتحكم في نسبة هرمون التوتر لديه. يفرق الباحثون بين نوعين من الابتسامة، الواعية واللاواعية، كما يقسمون النوع الأخير إلى ثلاثة أنواع مختلفة بحسب الهدف المتوخى منها. ويؤكد الباحثون أن تأثير الابتسامة على عملية التواصل مع الآخرين لها مفعول أكبر مما نتصوره. وفيما يخص الابتسامات اللاواعية، فأولها الابتسامة التي تهدف إلى مكافأة الطرف المخاطب، كالابتسامة في وجه الطفل لدى قيامه بسلوك جيد، فهي تعبر عن الثناء والتقدير لما قام به الطفل. أما الصنف الثاني فهي الابتسامة التي نريد من خلالها التعبير عن التعاطف مع الآخرين ودعمهم. أما الصنف الثالث فهي ابتسامة الهيمنة، وهي تصدر مثلا من قبل المسؤولين لموظفيهم، ويبقى هدف هذا النوع من الابتسامة هو التعبير عن التربية والسلطة. وخلاص الباحثون إلى أن نسبة هرمونات التوتر الكورتيزول تزداد حسب نوع الابتسامة المستخدمة من طرف المشرفين على تلك التجربة. وعندما لجأ الباحثون إلى الابتسامة التي تعبر عن الثناء والتقدير، انخفضت نسبة هرمون التوتر وعادت إلى حالتها الطبيعية. وتبقى الخلاصة العامة للتجربة هي أن نوع الابتسامة المستخدمة مع الآخرين تتسبب في ردود أفعال مختلفة لدى الشخص المخاطب، سواء تم اختيار هذه الابتسامة أو تلك عن قصد أو بدون قصد. إذن تبقى الابتسامة هي أقصر الطرق وأقل الطرق التي نتعامل بها مع الآخرين ونتواصل بها مع الآخرين بدون أن ننطق أي نوع من أنواع الكلام. أكثر الشخصيات اللي تتأثر بهذا النوع واللي يعني تكون محببة عندهم هي الأطفال. يعني ممكن الشخص دائما الطفل يستغرب، فإحنا نتعامل وياه مباشرة عن طريق الابتسامة. أجمل شيء ممكن أنه يعني يفعل الشخص مع الأطفال أنه يبتسم في وجوههم، وتشوفي رد فعلهم سريع أنه مباشرة أيضا هو يبتسم بوجهك، أو أنه يسوي حركة يعني لطيفة يضحكك بها. نعم، فالابتسامة هي يعني لغة جسد واضحة جدا ومريحة بالنسبة للمقابل. وعرفنا يعني احنا انواع الابتسامات سوزان. الابتسامة الأخيرة ابتسامة الإداري إلى موظفيه، تكون ابتسامة كأنما انه انا إلي الصدارة وهناك فد منزلة تراتبية، يعني تسلسل معين، فأني ابتسم لكوني أنا فخور بأني أنا مثلا مدير العمل. وهي الابتسامة قد تؤذي يمكن الموظفين البقية، كأنما تكون ابتسامة من التسلط، تبين بالضبط تبين أنه ترى أنا يعني مختلف، أنا أعلى مرتبة. فدائما نحاول أنه نضبط ابتسامتنا، خاصة في حالة أنه النقاش في موضوع عمل معين أو نقاش في دائرة حتى بين الأصدقاء. حتى بين الأصدقاء ممكن تكون ابتسامة طبيعية، ولكن في بعض الأحيان أنت تحسين بها إذا كانت مصطنعة أو بالفعل هو هذا الإنسان يحبش ويودش ويبتسم لش هذه الابتسامة. نعم. وفي بعض الأحيان الكثير من المشكلات ممكن تكون بيني وبينش خلاف أو مشكلة، قبل لا نتعاتب وقبل لا أعتذر من عندش، ممكن أقصر طريقة أوصل بها رسالة إليش أنه أنا مثلا أعتذر عن هذا الموقف، أو حتى تبيني لي أنه أنت سامحتيني، مباشرة راح أبتسم لش وتبتسمي لي، نعرف أنه الخلاف ما موجود وأنه هذا يعني كان مبادرة لي الصراحة. أحسنتي سوزان، توصيف جميل جدا، عاشت إيدك. فعلا الابتسامة هي أقصر طريق لتنقية القلوب، وخلينا نقول أنه غربلتها من أي حزن أو عتب في داخلنا، مباشرة راح تكسر لنا حاجز الزعل. حتى بالنسبة للناس الغرباء اللي ما نعرفهم، يعني في بعض الأحيان لما ندخل المكان وما تعرفين الناس الموجودين به، ممكن هم ما يعرفون شخصيتك، ولكن كثيرا ما نقع بهذه المشكلة، إنه لما تكونين غير مبتسمة مباشرة يحكمون عليك يقولون هذه معقدة أو مغرورة. صحيح. ولكن لما تكونين مبتسمة الناس راح ترتاح لك بدون ما تعرف شخصيتك. صحيح. ذكرتيني بدراسة أجريت على صور جوازات الأشخاص،
فذكروا انه الجوازات اللي صورها يعني اصحابها مبتسمين كانت اكثر قبولا وسهلت عمليه سيرهم خلال حجوزات القطوعات والمطارات، عكس ما الاشخاص اللي كانت صورتهم متجهمه او وجه جدا عادي او يمكن لربما عبوس. نعم. البعض فكان اكو فد خوف او ريبه من صاحب الجواز انه يعني شكله بهذا الشكل، بس هكذا يعني في بعض الاحيان مو بظن بعض الشخصيات. نعم. هذا حكم جائر اكيد، صحيح. لانه ما تعرفين الظروف اللي كنتي بيها وانت بتاخذين. نعم. هذه الصوره، صحيح. اكيد متعب وطابور طويل وحر، فاكيد ولكن ايضا نعذر يعني نعذر الطرف الاخر باعتبار هو ما يعرفنا، فاحنا ما معقول انه انا اقول له انه هذا الشخص ممكن يكون انا عندي حسن نية، هو ما راح يعرف هذا الموضوع، لازم أبادر بهذا الموضوع مثل ما ذكرنا قبل قليل، أنه أبتسم للآخرين حتى أوصل رسالة بأنه أنا متعاطف وياهم أو أنه أنا شخص محبب إذا أريد أبدي وياهم بأي نوع من أنواع الكلام. أحسنتي، وأكيد نختمها بكلام يعني أمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم وعن الرسول صلى الله عليه وآله، متواتر هذا الحديث حول أنه مضمونة الابتسامة في وجه أخيك المؤمن صدقة. فهي أجمل صدقة ممكن أني أأديها إذا ما كان عندي يعني في وضع مادي أو أني ما مخلي بالي يم صدقة معينة، فهذه أسهل صدقة وأقصر صدقة ممكن أنه أحصل بها الحسنة. أحسنتم. إذا خلينا نتواصل مع الابتسامة ومع بعض العبادات اللي ممكن تكون قد غيرت حياة بعض الشخصيات، وهذا حقيقة الموضوع طرحناه على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، وبالتأكيد مشاهدينا الأكارم وردت العديد من التعليقات حول هذا الموضوع، ولكن قبل لا نقرأ هذه التعليقات ونتعرف على آرائكم حول هذا الموضوع، أجرى لنا الزميل ماجد الأسدي مجموعة من الاستطلاعات حول ما هي العبادة التي غيرت حياتك. خلينا نتعرف على الآراء من ثم لنا عودة. أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: ما هي العبادة التي غيرت حياتك؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. النبي يقول: عجبت لمن يصلي صلاة الليل ويطلب رزقه. أذكر حادثة حدثت في النجف الأشرف عند أحد المراجع، كان ملازم له أحد الأشقياء في النجف الأشرف. هذا الرجل ما كان يصلي، لكن المرجع لما يجي المرجع يحترمه ويحمل ويا البضاعة مالته، المتاع أو الكتب، حتى أنه قالوا له: سماحة الشيخ، لما أنه تصاحب ذلك الرجل هذا المنحرف؟ قالهم: لا، هذا إن شاء الله عنده بذرة طيبة، فعنده بذرة. فقال يمشي وياه، هو اسمه كريم، قال له: كريم، أنت خوش رجل، خوش إنسان، أدري بيك أنت، يعني إذا أقول لك بشيء ما. قال له: شيخنا، قل لي أنا بخدمتك، أي واحد متعرض لك؟ لا. قال له: لا، أريدك الليلة تصلي صلاة الليل. فإيش قال له؟ قال له: عجيب شيخنا، أنا الصلاة اليومية ما جاي أصلي. قال له: لا، صلي صلاة الليل لعلك أنه الله تعالى تجيب دعائك. فاللي تغير حياة الإنسان صلاة الليل. هذا مشى كريم، فكر بالأمر، اللي هذا كان من أشقياء النجف، لما وصل إلى بيته في جوف الليل اغتسل، قال: خلي أنا أنه أرتب هذه الصلاة وأسمع كلام ذلك المرجع لعل الله تعالى يراه بحالي، لأنه تجي ساعة الإنسان يتغير، من ساعة يتغير يعني جذريا. فهذا توجه إلى الله، شاف أكو طعم، أكو لذة بصلاة الليل حقيقة، أكو طعم، أكو لذة توجد بصلاة، لأنه هذا الشيء تعرف الإنسان اليوم من المحتمل أنه مرتكب عدة ذنوب، ولكن لما ارتكب هذه الذنوب لم يجد فيها طعم، لكن يقول: وجدت الطعم وحقيقة العبادة بصلاة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة يعني احنا من وجهة نظرنا اللي نشوف المجتمع، يعني نشوف تلاوة القرآن كثير غيرت حياة من الكثير من الناس. نلاحظ بهذه الفترة نشوف اللي يلتزم تلاوة القرآن ويقرأ القرآن ويستشعر بالقرآن ويطبق آيات القرآن، نشوف حياته تتغير، نشوف انه نلاحظ انه يقوم يتعامل القرآن يسير بلحمه ودمه.
أما أنا من وجهة نظري فأشوف الحديث القدسي اللي هو يقول بالنسبة للنوافل اللي الإنسان إذا يلتزم بالنوافل حقيقة من بعد ما يلتزم بالواجبات الصلوات الواجبات، أنا من وجهة نظري يعني حقيقة النوافل تغير من طبيعة الإنسان، لأن الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا اليد التي يبطش بها، والعين التي يبصر بها، والأذن التي يسمع بها. فالله سبحانه وتعالى يصير يعني خلينا نقول بتعبيرنا احنا هو بمكاننا، يصير احنا بعد كل تصرفاتنا هي متصلة برب العالمين. فالنوافل يعني أنصح كثير من الشباب يلتزمون بالنوافل من بعد ما يلتزمون بالصلاة الواجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الإنسان ونيته وإخلاص الله عز وجل هي كفيلة إنه تخليه دائما على الخط اللي الله سبحانه وتعالى راده أن يكون يمشي عليه. يعني كل عبادة تكون أو كل عمل يكون بإخلاص لله عز وجل هو كفيل بأنه يوصلك للمكان اللي تريده، سواء الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم. يعني احنا نشوف مثلا مرات يمر علينا شهر رمضان وتكون به نقطة انطلاقة لك، يعني بعد شهر رمضان تحاول قدر الإمكان تحافظ على المكسب اللي انت سويته الفترة. اعتقد يعني انت يعني خط طريقك بالله عز وجل وحسن ظنك بالله عز وجل واخلاصك بعبادتك هي ضمان الوحيدة اللي تخليك دائما على الطريق اللي الله سبحانه وتعالى خلقك على موضوع. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية. تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو. إذن مرة أخرى نرحب بكم وشكرا للزميل ماجد الأسدي لهذه الاستطلاعات حول سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما هي العبادة التي غيرت حياتك؟ فعلا هناك كثير من وقفات في حياتنا لابد أنه تفكر بها. أحيانا أكو فد شيء معين، فد ورد معين، فد ذكر معين، نشوف أنه تعلقنا بهذا الذكر أو بهذه الصلاة أو بهذا الورد إلى الدرجة اللي صرنا نتعايش معاه وبدأ يعني يغير حياتنا نحو الأفضل. إن شاء الله اليوم رح نقرأ تعليقاتكم مشاهدينا ونشوف شنو العبادات اللي غيرت حياتكم عند نقطة معينة. أكيد الإنسان لما يكون أكو فالتحول بحياته سوزان، نعم، يعني يسمى نقطة تحول. أحيانا العبادة تكون هي نقطة تحول، كصلاة معينة صليناها أو فريضة أو ذكر معين داومنا عليه لدرجة أنه عشنا معه وبعد ما نقدر أنه نستغني أو نتخلى عنه. صحيح، وخاصة إذا كنت في أزمة أو محنة أو مشكلة، وخلي نقول مثلا أديتي صلاة معينة أو دعيتي بدعاء معين وبعد ذلك انفرجت الأمور وتحسنت الأمور وحسيتي بأنه الله سبحانه وتعالى استمع لك ويعني فرجت تلك القضية، راح تتمسكين بهذه العبادة أو بهذا الموضوع وراح يصير كأنه أنت تداومين عليه ويصير عندك يقين أنه راح تتحقق كل أمنياتك وتشعرين بالأمان وياه. إذا خلينا نشوف تعليقات المشاركين وشون الورد اللي اعتادوا عليها. أم سما تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أختنا الفاضلة. تقول: طالما ردت قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، صدق الله العلي العظيم. أحسنتم يا أختنا أم سما. من الجميل أن يكون عندك إيمان بهذه الآية وتستمد بالدين حقيقة من عندها الطاقة والإيجابية إن شاء الله، وتكون هي صلة التواصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. نبع الوفاء تقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والورد الجوري تقول: قول بسم الله الرحمن الرحيم وتكرار اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتي. أملي بربي تقول: هي حياتي نفسها ما تغيرت، لكن أؤمن بقول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين.
وخالد هواس يقول: من يصادق الحزن يمشي في جنازة نفسه كل يوم. أحسنتم، لكن أكيد لابد أن نبتعد عن الحزن ونتعلق دائما بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو من يغير إن شاء الله حياتنا وبيده الأمور نحو الأفضل. أحسنتم. أيضا من أبرز المعجبين خادمة الحسين تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختنا الفاضلة. تقول: العبارات التي غيرت حياتي وتغير فيها هي آيات القرآن الكريم، لأنها متجددة لكل زمان ولكل مكان بالفعل. تقول: نأخذ منها ما يغير أفكارنا، ما يعطينا عزم وصبر وثبات وتوكل وأمل، والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. تقول أيضا: كلمات أهل البيت عليهم السلام كذلك عدل القرآن الكريم، كلامهم الذي يختلف عن كلام الناس له روح وله إحساس ودواء وعلاج لكل أمر، كما القرآن، لأنهم الثقلان، وفقنا الله لما يحب ويرضى. وأيضا تقول: الحياة مدرسة، نأخذ ما يزيدنا خير ونترك ما شذ منها. شكرا لكم، وشكرا لكم يا خادمة الحسين على هذه الكلمات وعلى هذه التعليقات اللي ذكرت بها أنه تواصلها مع الله سبحانه وتعالى كلمات القرآن الكريم وكلمات أهل البيت بالإضافة إلى تجارب الحياة ممكن إتمتها بالطاقة والقوة. أحسنتي. هناك ملا هاني العبادي يقول: لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في تلك المحطات. أحسنتم يا أخ هاني. كذلك محسن العراقي يبعث بصورة تتضمن آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآية القرآنية الكريمة. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. كذلك أم أسامة تقول: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فعلا الصبر مفتاح الفرج، عاشت إيدكم يا أم أسامة. نعم. هناك أيضا علي الملاك. نعم، أيضا من أم علي تقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأيضا علي الملاك تقول، أيضا يشير إلى تعليق ولكن هذا بعيد عن موضوعنا. نعم. أيضا نور الزبيدي تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخت نور. تقول: الصراحة هناك العديد من الأشياء التي غيرت حياتي، لكن الأفضل منها هو تلاوة القرآن الكريم، الثقة بالله عز وجل، الثقة بالنفس، عدم الاهتمام لكلام الناس، والشعور بالسعادة وتطوير الذات. ممتاز يا أختنا الفاضلة نور، من أجمل الكلمات اللي طرحتها، وحقيقة هي الأعمدة للثقة بالنفس. نعم. أيضا عبد الزهرة يقول: هناك آية قرآنية يثق بها ويؤمن بها، اللي هي قوله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنتم يا أخونا الفاضل. وأيضا هناك تعليقات معكم. نعم، هناك عماد علي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كن اجتماعيا يقينا كله خير، والدين والديك فأحسن. نعم، عاشت إيدكم، شكرا جزيلا للأخ عماد. وكذلك تعليق من جاسم رحيم العتابي، كذلك تعليقات أخرى. شكرا جزيلا لكل من علق لحلقتنا لهذا اليوم، العبادة التي غيرت حياتكم. وأحب أضيف إلى تعليقاتنا العلم أيضا من العبادات المهمة اللي ممكن أنه تغير حياتنا، فطلب العلم عبادة وفريضة، وبما أنه تحت هذا المسمى وهذا العنوان إذن هو من الأمور المهمة اللي تغير حياتنا، فلا تترددون بطلب العلم، وخاصة فيما يخص علوم أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وصلنا وإياكم الآن مشاهدينا إلى موجز الأخبار، وينقله إن شاء الله لنا الزميل عباس الأنصاري. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار. مدينة الإمام الحسين عليه السلام للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تواصل استقبالها لحجاج بيت الله الحرام الوافدين من بعض المحافظات العراقية. المدينة تستقبل الزائرين قبيل انطلاقهم نحو الديار المقدسة عن طريق الحج البري، فيما أكدت إدارة العتبة الحسينية المقدسة على إعدادها خطة متكاملة لاستضافة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم.
أولى قوافل الحجاج العراقيين تصل إلى مكة المكرمة بتنسيق عالي وتفويج يسير من قبل المعنيين، حيث تم استقبالهم وفق ما خطط له وتوفير كافة الخدمات لهم من سكن ونقل وغيرها من الأمور التي تسهل عليهم أداء مناسكهم الدينية. الحجاج بدورهم أثنوا على جهود هيئة الحج والعمرة العراقية بما قدمته من تسهيلات لأجل وصولهم بسلام إلى الديار المقدسة. مشروع الإمامين العسكريين عليهما السلام القرآني الوطني للحفظ والتلاوة بنسخته السادسة ينطلق بمشاركة عدد من المحافظات العراقية، ويتلقى المشاركون دروسا في حفظ القرآن والفقه والعقائد والأخلاق وسيرة أهل البيت عليهم السلام. مركز تراث كربلاء في قسم الشؤون والمعارف التابع للعتبة العباسية المقدسة يعقد الندوة التمهيدية الثالثة لمؤتمر حراك كربلاء العلمي، وجاءت هذه الندوة لمناقشة تراث السيد حسين بن مساعد الحائري من مؤلفات ومخطوطات لها أهمية كبيرة، حيث تم تقديم بحثين اثنين بحضور عدة باحثين من مختلف المحافظات العراقية. مدينة شتوتغارت الألمانية تشهد إقامة معرض تكنولوجيا الطحن والتقطيع الدولي بمشاركة مئات الشركات من مختلف دول العالم. المعرض يقدم التقنيات المتطورة والحديثة لأجهزة الطحن والتقطيع والترقيق الدقيقة، فيما ركز المعرض بنسخته الحالية على مجالات الأجهزة الأوتوماتيكية والرقمنة. مشاهدينا، كان هذا موجز الأخبار، وهذه عودة للزميلات في استديو صباح كربلاء. مشاهدينا الأكارم، نشكر الزميل عباس الأنصاري على هذه المعلومات حول أهم العناوين الإخبارية، ونتواصل وإياكم في فقرات حلقتنا لهذا اليوم. ومعنا في هذه الفقرة التالية معلومات إن شاء الله جدا مهمة ونفتخر بها، إذ كانت هناك مشاركة للعتبة الحسينية المقدسة بقرائها في مسابقة النخبة الوطنية للقرآن 13 لحفظ القرآن وتلاوته، المؤهلة للمسابقات الدولية في مسجد الكوفة المعظم، والتي كانت للمدة من 16 إلى 18 من ذي القعدة، إذ حصلت العتبة الحسينية المقدسة بقرائها وحفاظها على 5 مراكز أولى من أصل 6، أي أن 5 مشاركين سيذهبون إلى المسابقات الدولية في ماليزيا وتركيا وإيران وبقية الدول في التلاوة. أحرز المرتبة الأولى القارئ فلاح زليف، وكذلك أحرزت العتبة الحسينية المقدسة المرتبة الثانية من نصيب القارئ عبد الله زهير. كذلك المراتب الثلاث الأولى أحرزتها العتبة الحسينية المقدسة من خلال حفاظها الحافظ حيدر شرقي والحافظ حسن عبد الرضا والحافظ حسين عبد الرضا. سعداء إن شاء الله جدا بأن ينضم معنا ضمن حلقتنا لهذا اليوم حتى نتعرف أكثر على هذه المسابقة وكيف تم إحراز هذه المراتب الأولى. معنا القارئ الذي أحرز المرتبة الأولى، القارئ فلاح زديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج الرائع والبرنامج المتفوق دائما قناة كربلاء الفضائية. شكرا جزيلا. أيضا نبارك لكم هذا الفوز وأحرازكم المرتبة الأولى. خلينا تقريبا المشاهدين عرفوا طبيعة هذه المشاركة والمراتب الأولى، ولكن نريد نعرف أكثر عن طبيعة هذه المشاركة، أجواءها، وكيف كان التمهيد لها، وبالتأكيد نحب نعرف مشاركتكم أنتم بالفعل في هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. في البدء بعد الصلاة على محمد وآل محمد، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق الذي جعلنا سببا لرفع اسم الإمام الحسين عاليا في المسابقات الوطنية، وخصوصا هذه المسابقة الوطنية المؤهلة للمسابقات الدولية، مسابقة النخبة اللي يقيمها المركز الوطني لعلوم القرآن. حقيقة هذه المسابقة تمتاز بكثير من التفاصيل وكثير من الأمور، منها أنه كل من يشارك فيها يكون نخبة قراء كل محافظة،
يعني القراء اللي شاركوا على مستويات دولية، شاركوا مسابقات دولية، إنهم حصة بالمشاركة في هذه المسابقة، حيث تنافس 33 قارئا من خيرة ونخبة قراء العراق، باعتبار أن القارئ اللي يفوز راح يمثل اسم العراق بين الدول في المسابقات الدولية في ماليزيا وفي إيران وفي تركيا وفي الكويت وفي الأردن والجزائر وتونس، وكثير من المسابقات الدولية التي تقدم دعوات إلى العراق للمشاركة في مسابقاتها الدولية. نعم حقيقة صحيح. مرت هذه المسابقة على مراحل، منها الاختبار الأولي لكل قارئ، بعد ذلك الاختبار التمهيدي، المرحلة الابتدائية المرحلة الأولى في المسابقة، حيث تنافس 33 قارئاً و14 حافظاً لكل القرآن الكريم في المرحلة الأولى، وبعد جمع الدرجات تأهل 6 قراء. نعم. ذلك لتقارب الدرجات تأهل 6 قراء في التلاوة و6 حفظة في حفظ القرآن الكريم، وتنافس في المرحلة النهائية حيث كانت المستويات جدا عالية. وحقيقة حصل ترند اليومين السابقين بخصوص المركز الأول والثاني. في بادئ الأمر كنت في المركز الثاني، ولكن بعد جمع الدرجات تبين أن هنالك خطأ في جمع الدرجات واشتباه، وهذا الاشتباه وارد. وحقيقة أنه أريد أبين من خلال قناة كربلاء الفضائية كثير من التساؤلات والشبهات التي حدثت، وكثير من التعليقات التي حدثت في مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تغير الدرجة وتغير المركز. في بادئ الأمر كانت النتائج أنه الأول سجاد المالكي، والثاني فلاح زليف، والثالث عبد الله زهير. بعد ذلك وبعد تدقيق الدرجات والتلاوات تبين أن فلاح زليف في المركز الأول، ويأتي معه مناصفة القارئ سجاد المالكي. بعد ذلك أصبح القارئ عبد الله زهير بالمرتبة الثانية، والقارئ حسن الذبحاوي في المرتبة الثالثة. أما في فقرة الحفظ لم تكن هنالك اشتباه في الدرجات، فقد حصل كما ذكرتم قبل قليل الحافظ حيدر شرقي ثامر المرتبة الأولى في حفظ كل القرآن الكريم، يليه القارئ عفوا الحافظ حسن عبد الرضا، وبعده الحافظ حسين عبد الرضا من حفظة مشروع التحفيظ الوطني التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة. أحسنتم. القارئ فلاح أكيد يعني أنار الله دربكم بنور القرآن، وبارك الله لكم وهنيئا لكم هذا الفوز إن شاء الله من تفوق إلى آخر. استعداداتكم للمنافسة الدولية القادمة بين الدول، يعني أكيد هناك استعدادات لفترة زمنية معينة، كم هي المدة وماذا تهيئون إن شاء الله؟ بالنسبة لهذه السنة يعني كنا مشمولين في المسابقات الدولية في تركيا، ولكن سيكون النصيب إن شاء الله للقارئ الحبيب سجاد، اعتبار أنه لأول مرة يشارك في مسابقة دولية. أنا سابقا شاركت في مسابقة طهران الدولية 34 وحصلت على المرتبة الثانية على مستوى العالم في سنة 2017. كان في ودي أنه المشاركة في دولة ماليزيا إن شاء الله، فالدعوة إن شاء الله قريبة ستتم دعوة العراق للمشاركة في هذه المسابقة، وإن شاء الله سنمثل العراق في دولة ماليزيا خير التمثيل. كذلك السيد عبد الله إن شاء الله زهير سيمثل العراق في مسابقة إيران الدولية في السنة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أحسنتم. إن شاء الله استعداداتنا إحنا مستمرين بالتمارين، وكذلك في متابعة الدروس، وكذلك في إضافة على أدائنا التمارين اليومية المكثفة حتى نكون إن شاء الله الصورة. كم هي المدة يعني اللي راح إن شاء الله المقرر يعني تدربون بها؟ يعني إحنا يومياً طبعاً يومياً التدريب مستمر إن شاء الله، إضافة إلى تلاواتنا في المحافل، ولكن تمرين تحضير المسابقة يختلف جذرياً عن التلاوة اليومية اللي تعتبر أنه لفتح طبقات الصوت وكذلك. أما تمرين المسابقة الدولية يعتمد على التمرين على القالب وكيفية رسم الخريطة المناسبة للقارئ حتى يكون مستعدا. تعرفون أنه المسابقات تختلف من مسابقة إلى أخرى، في مسابقة إيران نظامها واحد، في مسابقة ماليزيا نظامها يختلف باعتبار أنه مرحلة اختبار ومرحلة تمهيدية، مرحلة المنصة يسموها مرحلة المرحلة النهائية اللي تعتمد على أنه ماكو نهاية نص،
يعتمد على الإنارة، أصفر أخضر أحمر، إذا كان أصفر انتظار، إذا كان أحمر تقطع التلاوة، إذا كان أخضر أنت مستمر في التلاوة، فيكون القارئ مستعد على نظام المسابقة اللي راح يروح لها، يكون يتابع، يكون يشوف التلاوات حتى يكون مستعد بكل الطرق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله موافقين. القارئ فلا حقيقة كل شخص يعني بأي عمل يؤدي أو خاصة إذا كانت مسابقة يحب يكون هو بالمرتبة الأولى، يحب يفوز، يحب هو اللي حقق الإنجاز، ولكن دائما يكون هناك هدف أسمى وهدف أكبر. الهدف الأسمى والأكبر اللي تحاول أنه توصله من خلال هذه المشاركات، وما عرفنا نريد نعرف أيضا هذا الموضوع أنه عدد المشاركات اللي شاركتها والمراكز اللي حققتها، الهدف من هذه المشاركات من هذه المسابقات الأهمية غير أنه أني أكون بالمرتبة الأولى. طبعا سؤال جدا رائع وبكثير من التفاصيل، راح أختصر أنه فقط المواضيع الأساسية بما يختص بالمسابقات الوطنية. لكل شخص له الحق أنه يضيف على تاريخه باعتبار أنه هذا التاريخ راح يبقى ثابت. اليوم أنا فلاح الزيف من أريد أشارك مسابقات وأحصل على مراتب أضيف على تاريخي إذا كان على مستوى وطني أو مستوى دولي. أما الهدف الأسمى من هذا كله أنه جعل العراق منافسا في الساحة الدولية، حقيقة أنه جعل العراق منافسا في الساحة الدولية، ومؤخرا أصبح العراق من الدول التي يشار إليها في المسابقات الدولية بأنه دولة منافسة بقرائها وحفظتها. أما عدد المشاركات التي شاركت فيها فحصلت على المرتبة الأولى على مستوى العراق من سنة 2014 إلى الوقت الحالي إلى 8 أو 9 مسابقات الأول على العراق. أما مسابقات دولية فحصلت على مسابقتين دوليتين، هي المسابقة الدولية 34 في سنة 2017 في طهران، الثاني على مستوى العالم، وفي سنة 2019 في مسابقة إن المتقين مفازة الأول على مستوى العالم بمشاركة 50 دولة في هذه المسابقة، وفي المسابقة السابقة التي ذكرتها في طهران مشاركة 80 دولة. أحسنتم. طيب القارئ فلاح، إذا يعني أمكن وقت عند الأخ المخرج، يعني إن شاء الله نأخذ آية قرآنية كريمة نطمع بأن نستمع إلى إن شاء الله صوتكم المبارك اللي سواء اللي شاركتوا بها بالمسابقة وحصلتوا على المرتبة الأولى وأي آية من اختياركم. يعني مو مشكلة أنا. نعم إذا مستعدين. إذا إن شاء الله مستعدين. إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أحسنتم بارك الله.
الله فيكم القارئ فلاح زليف. طيب الله أنفاسكم. صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسكم. شكرا. وصراحة أضفتم إلى صباحنا من نور القرآن ومن صوت القرآن الكريم. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وصراحة أنتم فخر للعراق. الله يبارك فيكم. وللدين الإسلامي صراحة بصورة عامة. اليوم رفع حملة القرآن ورافعي القرآن هم إن شاء الله بالدرجات الأسمى. أنا لكم الله هذه الدرجات في أخراكم أيضا. شكرا جزيلا. كل التوفيق لكم. إن شاء الله. كل التوفيق لكم، ونسأل الله تعالى التوفيق دائما في هذا البرنامج المبارك. ولا تنسونا من دعواتكم أنه نمثل العراق خير تمثيل إن شاء الله. إن شاء الله. الله. آمين رب العالمين. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. في أمان الله. إذن من الجميل أن يكون هذا التفوق واستثمار هذه الموهبة، يعني في بعض الأحيان موجود عند شخصيات عندهم مواهب وعندهم صوت، عندهم إمكانيات حفظ، ولكن ممكن يستثمرونها بالمجال الخطأ. سبحان الله، ذكرتي قبل قليل، يعني أنا شعرت بهذه المسألة وأنت ذكرتيها، اللي هي تحسين كأنه البرنامج انضافت له هيبة ونضاف له يعني حسينة قشعريرة الحفظ يعني هذا الأمان اللي حسينا به، هو من أعتقد بهذه التلاوة المباركة واستثمار هذا الصوت. إذا إن شاء الله خلينا مع دقائق من الصمت، إذ للصمت أيضا حديث وله دور في حياتنا. خلينا مع هذه الاستراحة وفاصل الصمت. نعود إليكم مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى فقرة الخط العربي بعد أن شفنا في هذه المشاهد الجميلة سوزان في
الطبيعة. نعم. مشاهد جميلة ورائعة شاهدناها قبل قليل، ونتمنى تكون هذه الجبال اللي هي من سويسرا قد نالت رضاكم واستحسانكم، وأيضا مددكم بالطاقة الإيجابية، وهي لا تبتعد كثيرا عن أجواءنا الطبيعية. أيضا من الفقرات اللي عديناها ضمن حلقتنا لهذا اليوم اللي هي فقرة الخط العربي، وبهذه الفقرة بالتأكيد راح نتعرف على نوع من الخطوط العربية اللي هو خط الثلث. هذا الخط اللي هو موجود بتقريبا القرن الرابع الهجري، في هذه الفترة كان موجود هذا النوع من الخطوط. خلينا نتعرف أكثر على هذا الخط مع الأستاذ عبد الكريم الشمري وفقرة الخط العربي. أعزتنا الكرام متابعي عوالم الخط العربي بما تتضمنه من معلومات جميلة ورحلة جليلة، ستكون رحلتنا الآن مع خط الثلث الذي يعتبر شيخ الخطوط العربية وأهم الخطوط وأصعبها لما يتضمنه من أحكام دقيقة وقواعد صعبة، إضافة للحركات التي تتميز بأكثر من أي خط آخر بدقتها وصعوبتها. ونرى نماذج لهذا الخط في الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة، وهو يعتبر الخط الرئيسي في كتابة الآيات القرآنية في هذه المشاهد المشرفة. وسمي خط الثلث بهذا الاسم لأنه اختصر من خط كان يسمى الثلثين، والثلثين مأخوذة من خط سابق هو خط الجليل، وهذا الكلام هو في بداية العصر الأموي. وتم اختصار خط الجليل إلى ثلث مساحته فسمي خط الثلث، وبقي هذا الاسم ملازم لهذا الخط إلى الوقت الحالي. وتكتب بهذا الخط الأشياء الرئيسية والعناوين الرئيسية كأغلفة الكتب، إضافة إلى الآيات القرآنية في المشاهد والجوامع وكما ذكرنا ذلك. ومن ميزات هذا الخط أنه يعد الخطاط خطاطاً متى ما أتقن هذا الخط، وهو مقياس للخطاط لضبطه وإجادته وتمكنه من الخط، فيعتبر هذا الخط مقياس هو لتمكن الخطاط. وسنلاحظ بكتابة مباشرة مدى دقة وصعوبة هذا الخط، إضافة إلى شموله على حركات كاملة سواء كانت لغوية أو تزيينية، سنشاهد وتابعوا معنا مشكورين. سنكتب كما كتبنا في خط النسخ أن هذا الخط يتحلى بدقة عالية وصعوبة في نفس الوقت، وتزينه الحركات الكاملة أكثر من خط النسخ. وهنا لابد من ملاحظة أن الحروف العمودية تقع في مستوى عمودي أعلى، والحروف النازلة أيضا تقع بمستوى أسفل واحد، ولابد من المحافظة على هذين المستويين.
وما يميز هذا الخط أننا بعد كتابة الحروف الرئيسية نحتاج إلى العودة وتعديل بعض الحروف وخاصة بداياتها كهذا الرسم الذي يسمى الترويس، ونهاياتها هذه التي تسمى الشظية أو التشظية. فهذا الجزء يسمى شظية وهو نهاية بعض الحروف، وهذا الجزء يسمى الترويس وهو وضع مثلث في رأس الحروف المرتفعة كالألف واللام. وبعد تعديل هذه الأجزاء من الحروف، سواء الحروف الأولية أو الحروف النهائية، بعد التعديل نعود إلى تشكيل الحركات الكاملة، ونبدأ أولا بالحركات اللغوية. وتكون بقياس ثلث الكتابة الرئيسية تقريبا، يفترض أن نضع خط أعلى وخط أسفل لضبط الكتابة، بعد أن ننهي الحركات اللغوية نعود إلى الحركات التزيينية لكي نملأ الفراغ ونفس الوقت تعطي جمالية للكتابة. وهكذا يمكن ملأ مساحة الكتابة بالحركات. كما لاحظنا أعزتي متابعينا الكرام أن خط الثلث هو خط صعب ودقيق، ولهذا يعتبر شيخ الخطوط. نتمنى أن تكون رحلتكم مع شيخ الخطوط رحلة ممتعة وجميلة، على أمل أن نلتقي في خطوط أخرى إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم الجميلة. شكرا. مشاهدينا الأكارم، نشكر الأستاذ عبد الكريم الشمري على هذه المعلومات عن خط الثلث، وإن شاء الله تكون هذه المعلومات مفيدة للجميع وخاصة محبين أنواع الخطوط واللي يحبون أنه تكون عندهم معلومات ويثقفون أكثر بهذا الموضوع. نتواصل وإياكم مشاهدينا الأكارم، وصلنا إلى رأس الساعة اللي راح نتعرف بها على أحوال الطقس والمناخ لهذا اليوم، وبدينا نحس ونشعر باليوم بتقريبا يعني نوعا ما هناك غبار وأيضا بحركة للرياح. التفاصيل أكثر راح يزودنا بها زميلنا كرار. أسعد الله صباحكم زميلنا كرار. أسعد الله صباحك زميلتي سوزان، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة كربلاء الفضائية. تحياتنا لكم إن شاء الله. زميلنا كرار، حقيقة نشاهد اليوم الجو تقريبا مترب، فما أعرف إذا هذا الجو راح يستمر أم هناك تغير بأحوال الطقس. يعني موجة من الغبار المتوسط إلى شديد في بعض المناطق، لكن سيبدأ بالزوال إن شاء الله بعد الفترة المسائية. إن شاء الله. طيب تفاصيل أكثر لكم الحديث. كل تفاصيل النشرة الجوية بعد قليل. صد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع التصريح الرسمي من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم الأربعاء الموافق 22 من حزيران، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو مغبر مع حدوث عواصف ترابية، درجة الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية
تتراوح من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار تنخفض مديات الرؤية لتصبح من 2 إلى 4 كيلومتر، وفي العواصف الترابية أقل من 500 متر. أما المنطقة الشمالية طقس صحو مع غبار خفيف، درجة الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيتراوح من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار تنخفض مديات الرؤية لتصبح من 3 إلى 5 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية الطقس صحو مغبر مع حدوث عواصف ترابية، درجة الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ثم تنشط سرعتها لتتراوح وتزداد لتصل من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيتراوح من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار تنخفض مديات الرؤية لتصبح من 2 إلى 4 كيلومتر، وفي العواصف الترابية إلى أقل من 500 متر. بينما درجات الحرارة في العراق ستكون كالآتي. كالعادة نبدأ أولا من العاصمة بغداد، سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها ستكون 38 درجة والطقس مشمس في العاصمة بغداد. البصرة سجل الصغرى لهذا اليوم 30 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 47 درجة والطقس مشمس في البصرة لهذا اليوم. أربيل سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 35 درجة والطقس مشمس في أربيل لهذا اليوم. كربلاء المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 29 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 39 درجة والطقس مشمس في كربلاء المقدسة هذا اليوم. ذي قار سجل الصغرى لهذا اليوم 28 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 44 درجة والطقس مشمس في ذي قار. سليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 36 درجة والطقس مشمس في السليمانية لهذا اليوم. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 39 درجة والطقس مشمس في بابل لهذا اليوم. ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 29 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 45 درجة والطقس مشمس في ميسان. إدهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 24 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 34 درجة والطقس مشمس في إدهوك لهذا اليوم. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 26 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 36 درجة والطقس مشمس. أيضا النجف الأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 28 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 40 درجة والطقس مشمس في النجف الأشرف. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 27 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 40 درجة والطقس مشمس في الديوانية. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 35 درجة والطقس مشمس أيضا في الموصل. ديالى سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 40 درجة والطقس مشمس في ديالى لهذا اليوم. واسط سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 43 درجة والطقس مشمس في واسط لهذا اليوم. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 27 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة والطقس مشمس في صلاح الدين لهذا اليوم. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 29 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 45 درجة والطقس مشمس في المثنى لهذا اليوم. موجة من الغبار تغطي مساحات واسعة
من المدن الشمالية خلال هذه الفترة وخلال هذه الفترة الصباحية. هذه الموجة تشكلت في غرب الأراضي السورية ثم بدأت باجتياح المحافظات الشمالية والتي سترافق هذه الموجة الغبارية انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا اليوم، ولربما يوم غد سيكون نفس هذا الطقس، ويعني درجات الحرارة العظمى هي 40 إلى 38 درجة في مناطق التي بدأ تأثير الموجة الغبارية عليها واضح. أنتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في عدد من المدن المقدسة وعواصم الدول المجاورة. أبدأ من مدينة مشهد المقدسة، سجل الصغرى لهذا اليوم 21 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة والطقس مشمس في مشهد. المدينة المنورة، سجل الصغرى لهذا اليوم 30 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 44 درجة والطقس مشمس في المدينة المنورة. الكويت العاصمة، سجل الصغرى لهذا اليوم 33 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 47 درجة والطقس مشمس في الكويت العاصمة. دمشق السورية، سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة والطقس مشمس في دمشق السورية. عمان الأردنية، سجل الصغرى لهذا اليوم 19 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 28 درجة والطقس مشمس في عمان الأردنية. اسطنبول التركية، سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 29 درجة والطقس مشمس في اسطنبول التركية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من عواصم الدول العالمية. نبدأ أولا من عاصمة الضباب لندن، سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة والطقس مشمس في لندن. برلين الألمانية، سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة والطقس مشمس في برلين. ستوكهولم، سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 20 درجة والطقس غائم جزئي في ستوكهولم. كوبنهاجن، سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 19 درجة والطقس غائم جزئي في كوبنهاجن. باريس الفرنسية، سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة والطقس غائم جزئي في باريس. موجة من الأمطار والسيول والبرد الذي يعرف بالحالوب اجتاحت عدد من الولايات الأمريكية والتي أثرت وبشكل واضح على الطرقات وحركة المواصلات في المناطق التي اجتاحتها هذه الموجة من العواصف الرعدية والأمطار. والموجة أيضا تأثرت بها المطارات التي توقفت وبشكل تام لأكثر من 6 ساعات دون عمل. نشاهد هذا الفيديو ولنا عودة مرة أخرى. As did most of the state. According to the National Weather Service in Hastings, 5 to 7 thunderstorms occurred in the county in a few hours. With these storms came hail the size of ping pong balls. It sounded like someone hit metal with a baseball bat, said Becky Starr, a York High School teacher who farms with her husband. It was just terrible. After the first wave of hail stopped, Starr, her husband, and father-in-law checked their fields east of the city. She said the crops were largely crushed. Usually you see a crop and it has perfect rows, she said. Corn and beans, I mean, we looked great as of yesterday. It was like everything looked great. We have avoided those previous storms that have passed. Now you look at these fields and it's almost unrecognizable. The fields now look like one of her children ran past and ripped the tops off the plants, she said. The family has crop insurance, but beyond that, Starr said they would need to get advice from others before making any decisions. She said a transplant didn't seem like an option at the moment.
You are farmers in Nebraska, and you certainly are. But I would say that we haven't had something of this level for a very long time. In the evening, 18-year-old Justin Rumori had to make one of the most difficult phone calls of his life. I called my dad when I was running back to my home in Utica, and just by watching the golf ball-sized hail, I knew his business was going to be in danger, he said. The younger Rumori called his father, Jerry, to warn him that the Rumori Lawn and Landscape family business could be in trouble from hail. Rumori estimated more than $60,000 in business damage from the hailstorm that hit Seward, including extensive damage to siding, greenhouse covers, and company vehicles. The city of York received 1.72 inches of rain Tuesday night, according to the Weather Service. There was no tornado in the county, although Seward and Lancaster County. بحسب هيئة الأنواء الجوية الأمريكية بأن والتي أكدت بأن حجم حبات هذه الحبات البرد والذي يعرف بالحالوب وصل إلى حجم كرة المضرب وهو حجم كبير جدا والذي أوقع خسائر لدى أصحاب المركبات في هذه الولايات التي اجتاحت هذه الموجة. ألتقيكم دائما أكيد على المحبة والود. وهذه عودة مرة أخرى إلى سوزان لإكمال ما تبقى من فقرات برنامج صباح كربلاء. مشاهدين الأكارم، نتواصل وإياكم ونشكر الزميل كرار الوزني على هذه المعلومات حول أحوال الطقس والمناخ، وبالتحديد على هذه المشاهد الأخيرة اللي استشعرنا بها بعض من البرودة باعتبار بها أجواء لتساقط الثلوج وهذا البرد اللي سبب لهم الخسائر، ولكن احنا استشعرنا البرودة وجمال الأمطار اللي موجودة في تلك المناطق. إذا حقيقة في هذه الأجواء اللي نعيشها واللي حقيقة بهذه الفترة نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، بعض الأعمال تكون مرهقة لبعض الشخصيات وخاصة اللي يحمل في الشارع أو في عمل ممكن يسبب له زيادة في درجات الحرارة، خاصة اللي يعني يعملون بمهنة مثلا الخبز في الأفران في ربات البيوت، أيضا بعضهم ممكن يستخدمون لحد اليوم التنور الطين ممكن وأثناء خبزهم باعتبار ممكن متمسكين به باعتبار يكون الخبز يكون به أطيب وألذ وأشهى. بعض الشخصيات ممكن تكون مضطرة إلى استخدامه، وهذا ما حدث بالنسبة لفلسطين في غزة وخاصة في منطقة تسمى منطقة خان يونس. في هذه المنطقة بالتحديد اضطروا إلى العودة مجددا إلى استخدام أفران الطين بسبب انقطاع الغاز في تلك المناطق، فعادوا مجددا لاستخدام هذا التراث القديم اللي هي أفران الطين. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع أعده لنا الزميل بسام العطار لنتابع. في هذه المنطقة الريفية ببلدة خزاعة جنوب قطاع غزة يمضي المواطن إيهاب قديح ساعات طويلة يوميا لإعداد أنواع مختلفة من الأفران المصنوعة من الطين. فمنذ عقود يشتهر فرن الطين في الأحياء الريفية ويعد أحد أهم مشاهد التراث الشعبي الفلسطيني والعربي وبهجة للذين يتوقون العودة إلى العادات القديمة عند الآباء والأجداد. كلها تلجأ للشغل التراثي القديم، يعني هي اشتغلت عن طريق جدي، يعني تعلمتها والحمد لله مشت وظلينا مستمرين فيها وحنظل مستمرين إن شاء الله. بزة في الأكل بهجة قديمة يعني تراثية، هي حاجة حلوة يعني بننبسط عليها لما نولع الفرن ونعمل إشي قديم، وأكله طبعا بيختلف عن أكل الغاز. وتحتاج مهنة صناعة الأفران إلى جهد كبير، حيث يقوم قديح بجبل الطين بالماء والتبن بعد أن تم تجهيز قاعدة الفرن قبل يوم كامل، ومن ثم يتم توزيع الخلطة الجاهزة على شكل دائري تمهيدا لصناعة هذا النوع من الأفران التي باتت مطلوبة وتشهد إقبالا عليها خاصة في أوقات الأزمات وشح الغاز وانقطاع الكهرباء.
فرن الطينة أول إشي اللي بنعمله طبعاً البلاطة حتى نصب عليها، لأن هي بتنعمل في الأول. بنجيب في منطقة عندنا اسمها الصناطي، بنجيب منها طينة معروفة يعني، وبنجيب الطينة بننقحها يومين، والبلاطة بتكون بدها يومين عبلا ما تنشف. بنجيبها بنحطها زي ما أنت شايف على إشي عالي حتى نتملك الشغل صح، وبنبدأ نعمل دائرة دائرة، بنفعش تعمله مرة واحدة لأنه طينة طرية بدها شوي شوي. بنحط عليها التبن طبعا والمكونات تبعتها، وبنعمل مرحلة مرحلتين على ثلاث مراحل أربعة بكون جاهز. أحيانا بعمل مثلا دائرة مثلا 30 في 30 40 في 40 أشكال، عدة أشكال بعمل. الحاجة أم محمد هي الأخرى تبدأ يومها بالتحضير لصناعة الخبز البلدي بخلط الطحين بالماء الدافئ للحصول على عجينة متماسكة. تقوم بعدها بتجهيز فرن الطين وإشعال النار باستخدام بعض الأخشاب والحطب، والبدء بطهي الخبز حتى يخرج بهذا الشكل الجميل والمذاق الطيب. بصحى من بدري بعجنه بخبزه عشان قبل الشوب أكون مخلصة الخبز لبيتي لأولادي. الخبز الفرن من التراث الفلسطيني، بنحب نخبزه أسكى من الخبز الجاهز من الطنجرة. فرن الطينة عشانه بالحطب هو زاكي وله نكهة، بدنا نعمل فيه كل حاجة، نعمل فيه كعك، نعمل كيكة نشوي فيه، بطلع حلو الشكل حلو وله طعم نكهة غير تاع الفحم هذا الشوي والحاجات زي هيك. فترة انقطع الغاز واتصل علي أكثر من شخص يعني أخذوا ساعد معاهم، يعني في عليهم إقبال كثير، يعني لو انقطع الغاز ها بمشوا البيت عليه. ويبقى الفرن الطيني صالحا للاستخدام لفترة طويلة بحسب الاستهلاك، إذ يقدر سعر الفرن الواحد ما بين 20 إلى 30 دولارا، وبالنسبة لسكان القطاع يعد أرخص ثمنا من تعبئة أنبوبة الغاز التي يصل سعرها إلى 20 دولارا، ولا يحتاجون إلا لبعض الأخشاب. الأفران الطينية كانت جزءا أصيلا من حياة الآباء والأجداد، واليوم تعود من جديد لتنتعش بين أوساط المواطنين خاصة في المناطق الريفية من قطاع غزة، لتشكل جزءا من حل بعض عقبات الحياة وترسخ الهوية والموروث الثقافي الفلسطيني. لبرنامج صباح كربلاء، بسام العطار من بلدة خزاعة، خان يونس، فلسطين. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ونشكر الزميل بسام العطار على هذا التقرير اللي عاد إن أجواء لطيفة وجميلة اللي هي من التراث القديم، على الرغم ممكن يكونوا مضطرين إلى استخدام هذا التنور، ولكن بعض الشخصيات حتى موجودة في وقتنا الحاضر ممكن يفضلون إنه يأخذون الخبز من تنور الطين لأنه يكون ألذ ويكون أشهب. الملفت في هذا التقرير شاهدنا إنه الفرن اللي موجود هو يختلف تماما عن الأفران العراقية اللي متعودين عليها، اللي تكون تقريبا اسطوانية أو دائرية الشكل، لكن هذا تقريبا كان مثل القبة أو نصف دائرة. فإذا الأفران هي مختلفة، ولكن حتى طبيعة الخبز وشكل الخبز اللي شاهدنا قبل قليل مختلف تماما عن الخبز العراقي اللي احنا نخبزه. فخلينا نتعرف أكثر على أفران أكثر وأنواع وصور للتنور الطين وكذلك الخبز اللي نشاهده. أعد لنا المخرج متفضل ببعض هذه الصور اللي تمثل التنور اللي هو تنور الطين. لاحظنا قبل قليل نفس هذا التنور اللي تقريبا يكون هو بالأرض ويستخدمون بالحطب وبعدين يخبزون به عبر صينية، ممكن يدخلوها للفرن بعدين يخرجون من عندها الخبز. أيضا هذا نوع ثاني وآخر لأفران تقريبا ويشبه يعني خلينا نقول الفرن العادي اللي نستخدم به الغاز اليوم، ولكن طريقته تقليدية يستخدمون على الحطب. ايضا باستخدام اخر اللي هو انه تدفئه مالته او الدخان اللي راح يخرج راح يدفي البيت بطريقه لطيفه ويستثمرون استثمار اخر. ايضا لاحظوا هذا الفرن القديم اللي ايضا يستخدمون به الحطب يشبه التنور الغازي اللي موجود اليوم، يعني شوفوا السيدات في زمننا القديم ايش قد كانوا يتعبون حتى يعدون وجبه الغداء بهذه الطريقه التقليديه المتعبه، فالسيدات الموجودات اليوم المفروض يحسون بهذه النعمه الموجوده.
أيضا هذا موجود، هو فكرته قديمة، ولكن بعض الشخصيات مثل ما ذكرنا يفضلون أنه يستخدمون ويعودون إلى القديم، فهو قديم ولكن بإطار جديد وبحلة جديدة، فيستخدمونه ممكن بالحدائق، ممكن أيضا بالسفرات. أيضا هذا ممكن يكون الفرن اللي نلاحظه، ممكن يستخدم به الحطب تحته وفوق، هذه أعتقد هي حديدة وراح تسخن، بعد ذلك أقدر أستخدمها حتى أخبز بها أنواع مختلفة من الخبز. إذا تتنوع الأفران وتختلف الأفران بأحجامها بأشكالها وحتى نوع الخبز اللي ممكن نستخرجه، ولكن كلها تتميز بموضوع واحد اللي هي المحبة بأعداد هذه الأطباق. أيضا هذا أعتقد هو فكرة قديمة ولكن بحلة جديدة وبأسلوب جديد حتى يضفي الجمالية على المنازل، مثل ما ذكرنا البعض يحب أنه يعود من جديد إلى التراث القديم والأفران القديمة. إذا بعد ما شاهدنا هذه الصور اللطيفة والجميلة، سيدات المنازل الموجودين بوقتنا الحاضر واللي بعضهم يتذمرون من درجات الحرارة المرتفعة، شاهدوا السيدات اللي بالزمن القديم شلون كانوا يتعبون حتى يعدون وجبة الغداء ويعدون الخبز للعائلة، ولكن كانوا يعدونها بكل حب وبكل أعتقد محبة لأفراد العائلة ويشاهدون نتيجة عملهم. إذا الكثير من الأمور اللي ننقلها في حياتنا ونستمتع بنقلها ويكون لها أثر طيب، من الأمور اللي نراعيها أيضا أنه نترك الأثر الطيب للأجيال القادمة، فيقال إذا كانت قدمك تترك أثرا على الأرض فلسانك يترك أثرا على القلب، فهنيئا لمن لا يجرح أحدا ولا يظلم أحدا ولا يغتاب أحدا. إلى هنا مشاهدينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة، نستودعكم في أمان الله وحفظه.